السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في مطبخ حبيب. النهاردة راح نعمل مع بعض في المطبخ الباتيه بالجبنة، طريقة سهلة وجميلة والولاد بيحبوا. يلا بينا نعمله في البيت وما نشتروش من بره. طريقة سهلة وما فيش أجمل من كده. انتوا ضامنين حاطين ايه؟ يلا بينا نشوف المكونات والطريقة نعملها ازاي. راح نحتاج لفة بتاع العجينة، بس لفة مورق مش بتاع جلاش، دي مورقة. وراح نحتاج جبنة، عجبنة انتو تحبوا تحطيها فيها. عشان راح نبدأ نفتح حطيت جبنة كده، وبعد كده نقوم نلففها، لفة كده، لفت مرة وعملت كويس كده، وكمان هجيب كمان مرة كده. ودلوقتي من جنبه من ناحية كده نقوم نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هما دول الأربعة اللي طلعوهم لي. دلوقتي هجيب السكينة وهحاول أقص. بسم الله. وزي ده هقص كلهم زيهم. ده العجين بتاع المورق 450 جرام، وجبنة تقريبا 100 جرام. بعد ما حطيتهم على الورق زبدة، تقدروا تستخدموا تقدروا تستغنوا عنها، لان هما كده كده عندهم زبدة زيادة. انا مش هدهنهم حاجة لان كده كده عندهم زبدة. هحطه في الفرن على درجة حرارة 180، اشغل فوق وتحت واسيبهم ربع ساعة. حطيته في الفرن على الشبكة في نص الفرن، وشغلت كمان المروحة، وزي ما قلتلكم شغلت فوق وتحت على درجة حرارة 180 مدة ربع ساعة. هما دول شكلهم بعد ما طلع من الفرن. دلوقتي سخنين، مش عارفة اقطع اي واحدة منهم. وصفة سهلة وجميلة والولاد بيحبوا، وما يكلفش كتير. عملوا في بيتكم، ما تشتروش من برا كده، تتضمنوا انتوا تحطوا ايه. وشكلها حلوة وطعمها اجمل. برا سعرها غالية جدا، ففي البيت شوفوا الكمية عدات طلعت، وبالفلوس قليل، وانتوا ضامنين انتوا حاطينه. لو عجبكم الوصفة بتاعتي وعاوزين تشتركوا في القناة بتاعتي، لايك واشتركوا في القناة ودوسوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا كمان بعمل بيتزا، بصوا كل حاجة بنعملها في البيت، ما نشتريش من بره. لو عاوزين الطريقة البيتزا بتاعتي عندكم برضو في الفيديوهات بتاعتي. مع السلامة.